في تونس تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد 9 حرائق في محافظة بنزرت شمالية البلاد، والتي أتت على نحو 200 هكتار من الثروة الغابية والأشجار. وتمكنت جهود الدفاع المدني وإدارة الغابات في المنطقة بالسيطرة على هذه النيران لمنعها من الوصول إلى المناطق العمرانية. هذا وقد اندلعت أيضا حرائق أخرى في محافظات غربي تونس، من بينها جندوبة والقصرين. نحن الآن في جبل النظور الواقع بمحافظة بنزرت شمالية البلاد، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على آخر الحرائق هنا، من إجمالية 9 حرائق اندلعت في أكثر من نقطة غابية في هذه المدينة. هذه الحرائق أتت على مساحات جبلية واسعة، من بينها يعني عدد كبير من الأشجار الخضراء، ولتقدر هذه المساحة تقريبا ب 150 هكتارا. اللافت أن قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان إدارة الغابات هنا أخمدت 90% من هذه النيران. هذا التعاون حال دون وصول النيران والحرائق إلى المناطق السكنية والأحياء العمرانية، لكن إشارات الاستفهام متعددة في أسباب اشتعال الحرائق دفعة واحدة. أبرز العوامل ربما التي ساعدت في انتشارها في أكثر من نقطة هو الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة في كامل محافظات البلاد، التي وصلت إلى حدود 50 درجة، وهو ما لم تسجله تونس منذ عقود. عموما وفق أكثر من اتصال بالمسؤولين في خصوص هذه الحرائق، أعلمونا أن التحقيقات يعني ما زالت جارية فيما كانت هذه الحرائق بفعل فاعل، أو أن الحرارة وارتفاع الحرارة هو المتسبب أو هي المتسبب الأبرز في اندلاع الحرائق، خاصة أنها تأتي بصفة متزامنة مع محافظات أخرى من بينها محافظة القصرين وجندوبة غربي البلاد. أميرة مهذب من محافظة بنزرت العربي.